تستمعون الآن للجزء الثاني من حلقة محافظات البيضاء. مدينة حصي. تقع مدينة حصي القديمة على بعد 16 كيلومتر شرق البيضاء. كانت حصي عاصمة الأصابح من قبيلة مضحى في العصر الحميري من القرن الأول إلى القرن السادس الميلادي، ويعتبر هذا الموقع نموذجاً لمواقع المرتفعة التي لعبت دوراً مهماً في القرون التي واكبت العصر الميلادي، ويعود تاريخ المدينة إلى حوالي القرن الأول الميلادي. بالإضافة إلى ذلك، فقد كانت مدينة حصي المركز الرئيسي للأصابح لعدة قرون. وأما بخصوص اللقى الأثرية فإنها تظهر وبشكل واضح وحدة فنية مع تنوع طريقة الصنع، وهذا ما نجده في مواقع حميرية أخرى. ومن الجميل والرائع وجود نقوش تعود إلى ما قبل آلاف السنين، وهذا يعطي تقديراً وتعظيماً لهذه الأراضي اليمنية العريقة. رداع. رداع هي إحدى مدن الجمهورية اليمنية، بلدة عامرة ومشهورة تقع في الشرق الجنوبي من العاصمة صنعاء، وهي من المدن اليمنية القديمة ورد ذكرها في نقش النصر الذي دونه الملك السبئي كرب الوتر. ويقال إن الملك الحميري شمر يهرعش سكن مدينة رداع، وهو من أشهر ملوك الدولة الحميرية، وهذا يدل على قدم مدينة رداع، كما يصفها بعض الكتاب بأنها بلدة طيبة الهواء كثيرة البر والأعناب والفواكه. ويحدها من الشمال بلاد عنس، ومن الشرق بلاد مراد، ومن الجنوب بلاد البيضاء وبلاد يافع، ومن الغرب بلاد يريم وبلاد عمار. وأراضي رداع تسقى من غيل الدولة وغيل المجري، ومياهها تسيل إلى جهتين، وهي الأودية الغربية التي تصب في وادي بنا ويريم، ثم تنفذ إلى أبين فتصب في البحر. كانت رداع تشكل نصف مساحة محافظة البيضاء. وفي سنة 1357 سلخ الإمام يحيى حميد الدين من رداع مخلاف الحبيشية وبعض مخلاف الرياشية، وجعلهما ناحية مركزها دم، بعد أن أضيف إليهما عزلتا آزال والبكرة من مخلاف عمار، وعزلة منقير وعزلة مكنة من مخلاف العود، وأضافها إلى لواء إب حاليا محافظة إب. وفي عهد الإمام أحمد جعل من البيضاء مركز لواء، بعد أن ضم إليها قضاء رداع بناحيتيه جبن والسوادية. ومن أشهر جبال رداع جبل براش، وهو في جنوب مدينة رداع، وبه خرابة وحصون قديمة. جبل صباح يقع في الغرب من مدينة رداع، وهو أيضا به مآثر أثرية قديمة. جبل أحرم، وكان لمدينة رداع سور يحوي على أربعة أبواب تاريخية لم يبقى منها اليوم غير بوابتين فقط، باب مقلة ويقع في الجنوب، والذي ما يزال يحافظ على بداية سور المدينة والبوابة الشمالية الغربية. باب المحجري، وهي تشكل اليوم بناء منفردا يتوسط الطريق العام، وقد هدمت البوابة الشرقية وهي باب السوق، وذلك لتوسيع الطريق. أما البوابة الشمالية الشرقية باب الثجرة فلم يبقى منها إلا كومة ترابية تدل على موقع البوابة الأصلية. مدرسة العامرية تعد من أهم المدارس اليمنية، وهي آية في الفن الإسلامي ومن روائع منشآت الدولة الطاهرية. مسجد ومدرسة البعدانية لم يبقى منها إلا جزء من إحدى الجدران الأصلية، وهي أقدم مدرسة معروفة في رداع، فقد بنيت في عهد دولة بني رسول. مسجد ومدرسة البغدادية هي من أقدم المساجد والمدارس الإسلامية، وترجع إلى عهد الدولة الطاهرية، ويقال بأن زوجة الملك عامر بن عبد الوهاب هي التي قامت ببناء المسجد والمدرسة، وسميت بالبغدادية نسبة إليها، وهي عاصرت المدرسة العامرية، واحتوت على نفس طريقة البناء والتزيين بالشرائف والزخارف الجصية الداخلية. مسجد العوسجة
يرجع بناء هذا المسجد إلى القرن الحادي عشر الهجري، كما قام بتوسيعه من الجهة الغربية الإمام المهدي محمد بن أحمد، ويحوي على أهم المخطوطات التاريخية الهامة. مسجد إدريس يقع شمال المدينة، له شكل مربع وكانت تغطيه قبة ذات أهمية كبيرة. لم يبقى من زخارفها الجصية الثمينة إلا بعض القطع في الجزء الشمالي الغربي من المصلى. قلعة ردع، تم بناء وتشييد هذه القلعة التاريخية ذات الشهرة العسكرية سابقاً كحاية للمدينة، ويقال بأنه تم تشييدها في عهد الملك شمار يهرعش، وتم تجديدها في عهد عامر بن عبد الوهاب، وتعتبر من أشهر المواقع الأثرية والتاريخية في اليمن، والتي ما تزال جيدة وستظل شامخة شموخ الجبال. مدينة ريام، ريام اسم تعدد في مواضع عديدة، وكلمة ريام تعني الأماكن العالية مثل جبل ريام في مديرية أرحب إلى الشمال من العاصمة صنعاء، والتي تقع في أعلى قمته مدينة ريام التاريخية القديمة. هذه المدينة التاريخية كانت تتبع الدولة التاريخية القديمة في اليمن، وقد اختاروا هذا الموقع نظراً لأهميته الاستراتيجية، فقد تم بناء مدينة ريام التاريخية على ظهر جبل ريام، وهو أكبر جبل في منطقة ردع. موكل صباح، يقول الهمداني في كتابه الموسوعي الإكليل الجزء الثامن عن موكل: هي بلد تقع على جبل أسود، قصر أسود، وما يصله من يمناه مصنعة فيها القصور. في موكل يوجد العديد من الآثار القديمة والآكام الملبقة بالأحجار المنحوتة والمباني القائمة، وكريف ماء منحوت في الصخر يعود إلى العصر السبئي، وهناك بقايا سور ضخم كان يحيط بالمدينة، وكذلك خرائب عديدة حول القرية، وأحجار بلق منحوتة ومزخرفة، كما كانت موكل مركزا لنشاط الدولة الطاهرية التي حكمت اليمن. محافظة البيضاء وتظل شامخة شموخ الجبال. كنت معكم من الإعداد والتقديم هيام الكحيلي، ومن الهندسة الصوتية محمد الحاجري. دمتم في رعاية الله.